السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين وأعزائي المستمعين، وحلقة جديدة من ملعب أون تايم. يوم جديد النهاردة وأربع لقاءات في البطولة الأفريقية والكونفدرالية. فوز الزمالك، تعادل الأهلي، تعادل المصري، تعادل بيراميدز. لقاءات النهاردة، الأهلي النهاردة بيتعادل مع الحرس الوطني، الزمالك بيفوز على توسكر الكيني، وبيراميدز بيتعادل مع زام يونايتد، والمصري بيتعامل مع سلطة الموارد. لقاءات تقريبا كلها الحقيقه متوسطه المستوى، الزمالك هو افضل النهارده الفرق اللي ادت، المصري كان جيد، بيراميدز ايضا كان جيد. الاهلي لازم نقف عنده شويه. انا تاني وتالت ورابع انا مقتنع تماما بامكانيات موسيماني، مقتنع وقلت من اول دقيقه اجيب فيها النادي الاهلي ان موسيماني مدير فني كبير. اللحظه اللي انا هتكلم فيها والوقت اللي انا هتكلم فيها ده دي النهارده لا ده الاهلي ولا ده أداء يرضي جمهور النادي الأهلي، لأن الحقيقة النادي الأهلي إمكانياته كبيرة جدا. النادي الأهلي هو حامل اللقب، النادي الأهلي هو بطل القارة الأفريقية. تحت أي ظروف في فرق كبير جدا جدا في المستويات وفي الصفقات وفي أنواع اللاعبين، وقول زي ما تقول، قول زي ما تقول، لا يمكن تقنعني إن النادي الأهلي يخرج مرضي أو راضي في مباراة زي دي. مستحيل. النهاردة أداء النادي الأهلي بالنسبة لي لغز. في بعض الناس تقول لك الشوط الأول كان النادي الأهلي أداؤه جيد. أنا بالنسبة لي لسه الأهلي مش هو الأهلي فنيا، لأن الأهلي كبير جدا 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 جدا، وإدارة الأهلي والكابتن محمود الخطيب كان ليهم رؤية الفترة اللي فاتت على علامات استفهام على أداء الأهلي، وده اللي خلى الكابتن محمود الخطيب في وقت من الأوقات يتدخل بعقوبة كبيرة. لا، الأهلي في مشكلة فنية وليس في احتياج لورق، وليس في احتياج لورق. الأهلي عنده سكواد رائع، متوفر للأهلي كل الإمكانيات، صفقات الحقيقة على مستوى عالي جدا، ولكن يبقى هنا السؤال عند موسيماني مش عند أي حد تاني، لا عند إدارة الأهلي ولا لجنة التعاقدات ولا عند أي حد. السؤال عند موسيماني، ليه أداء النادي الأهلي كده؟ معاك كل شيء إن أنت تعمل كل حاجة. اعتبروا دي رسالة مني لموسيماني، في النادي الأهلي معاك كل شيء إنك تعمل كل حاجة. مفيش حاجة اسمها ظروف استثنائية، مفيش حاجة اسمها تعرضنا لصعاب، لا. أنت حضرتك في الأهلي معاك كل حاجة، ولكن الرسالة اللي أنا بوجهها لك النهاردة، أنت فكرك خرج بره الملعب لفترات. الملعب مش بس كورة داخل المستطيل الأخضر، ده خارج المستطيل الأخضر كمان. على موسيماني إن هو يقف ويراجع نفسه ويحاول يعوض ويحاول يقف مع نفسه. الأهلي يمتلك ورق كبير، الأهلي قادر طبعا على الفوز إن شاء الله بإذن الله بسهولة جدا في لقاء العودة، ولكن كمان الجمهور مستني كورة حلوة.